توجيهات معالي وزير الموارد المائيه المهندس مهدي رشيد الحمداني بالاجتماع الاخير في شارع حزيران مع السيد المحافظ محافظ الانبار الدكتور علي فرحان، حيث تم توجيه سيادته الى مديريه سيادة مشاريع ريو بز الانبار ومديرية الموارد المائية في الأنبار والفلوجة بضرورة العمل والإسراع بكري شبكة المبازل في محافظة الأنبار بشكل عام، مما يؤدي إلى تقليل نسبة الأملاح وانسيابية هذه المياه باتجاه محطات الضخ التي تعمل ليلا ونهارا من قبل والمشرف عليها مديرية الموارد المائية، مما يؤدي إلى تقليل النسب وارتفاع هذه المياه الضحلة والمالحة وإرسالها إلى مجرى النهر من جديد، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية. هذا يؤدي إلى هدف أزمة وأجل، وهو إنجاح خطة الزراعة الصيفية في المناطق الزراعية في جزيرة الخالدية. تقوم منظمة كاريتاز التشيكية بالتعاون مع مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار بتنظيف القنوات الإروائية. مشروعنا الكاش فورورد، يعني النقد مقابل العمل، نقوم بتشغيل الأيادي العاملة، وطبعا هاي بها نفع للمناطق الموجودة.